السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم البروجكت بتاعنا هو كنترول اور هوم اوفر انترنت تحت اشراف الدكتورة الشيماء نبيل. كان الفكرة جات لنا منين؟ ان الناس دلوقتي بدأت تفكر في الهوم اوتوميشن، طيب والشركات دلوقتي بقت بتنزل منتجات، المنتجات دي بيقول لك عليها اسم سمارت. يعني ايه سمارت؟ يعني الشاب بالنت، يعني الشاب بالنت. الشركات بتنتج منتجات من خلال المنتجات ديت بيبقى في شريحة بتتصل من خلالها باللوكال نتورك بتاعت المنزل او صاحب الجهاز ده. فبرضو الشركات بتنتج معاها ابليكيشنز او صفحات الشمال من خلالها اقدر اتحكم في الاجهزة دي. زي كلنا كده ممكن يكون معظمنا عنده شاشات، الشاشات دي بيبقى معاها ابليكيشن من خلالها اقدر اتحكم في الشاشات دي. فاحنا فكرنا ببساطة شديدة ان احنا نحاكي الموضوع ده، نحاكي فكرة الهوم اوتوميشن. ليه؟ لانه هو مهم جدا وبيوفر على الناس جهدهم. طيب احنا فكرنا في ايه؟ فكرنا نشوف الناس عملت ايه قبل كده في الفكره دي. فكانت الفكره المحوريه هنا اللي موجوده عند الناس كلها هي الاختلاف في استخدام المايكرو كنترول. فكان اول ناس استخدموا الراسبر باي، والراسبر باي ده هو كفء جدا وافضل من النود ام سي يو، ولكن هو غالي. فاحنا ما قدرناش ان احنا نستخدمه، او احنا عايزين نحاكي الفكره فقط. فكان استخدام النود ام سي يو كان هيبقى افضل. تاني ناس استخدموا الزيش بي، وتالت ناس استخدموا النود ام سي يو معاه ولكن معاه اردوينو، رابع ناس استخدموا المايكرو كنترولر الارم 7، وخامس ناس استخدموا سي بي ال دي كنترولر. احنا استخدمنا النود ام سي يو فقط، وده افضل، لان الافضل محاكاه للفكره بتاعه الهوم اوتوميشن. طيب الاناليسيس ان احنا هنستخدم اردوينو، الاردوينو اي دي اي، نكتب عليه سوفت وير كود نقدر من خلاله نرفعه على النود ام سي يو، والنود ام سي يو من خلال الكود ده هنكتب اتش تي ام ال بيج. الاتش تي ام ال بيج دي هيكون فيها بعض من الاوامر اللي بنقدر من خلالها ابعت الاوامر دي للنود ام سي يو من خلالها اتحكم في الديفايسز المتصله على النود ام سي يو، وهي كانت بنمثلها هنا بالليب. فكان الفلو شورت بتاعتنا ان احنا الاي اس بي هتحاول ان هي تتصل بالواي فاي نتورك اللي موجوده في منزل، في المنزل بتاعنا، ومن خلال الواي فاي نتورك ديت فالاي اس بي هترد عليها باللوكال اي بي، واللي هو بتاع الصفحه الشمال اللي احنا هنعملها من خلال الكود. ومن خلال الصفحه دي بتبعت اوامر للنود ام سي يو. طيب الكومبوننتس كانت نود ام سي يو ولابتوب وريزيستورز وليد وبريد بورد. جينا للسوم سيميوليشن، قلنا حاولنا نعمل سيميوليشن للسيركت بتاعتنا على البروتوس بالنود ام سي يو والليدات المتصل عليها والباور على النود ام سي يو، ولكن النود ام سي يو بيختلف عن الاردوينو، ان النود ام سي يو ما بياخدش الكود زيه زي الاردوينو من الاردوينو اي دي اي، وبالتالي مش هنقدر نعمل سيميوليشن راننج على البروتوس. ولكن حبينا بس نوضح الفكره برسم السيركت على البروتوس. طيب هنخش على الكود. الكود ببساطة شديدة هنا الكود اللي انا بعمل اول حاجة انكلود الليبريليا اي اس بي 826 واي فاي اللي خاصة بالنود ام سي يو. بعد كده بعرف متغيرين، المتغير الاولاني بحط فيه الاس اس اي دي للواي فاي والباسورد بتاع الواي فاي. بعد كده السيرفر بتاعنا هيكون 80. بعد كده بعرف الجي باي او بينز بتاعت النود ام سي يو اللي هي 15 و13 و12 و14 و16 و5، بعرفها المتغيرات من ليد 0 لحد ليد 5. بعد كده بخش على الميثود اللي هي void setup. اول حاجه السيرفر هيشتغل ب 11500. بعد كده ببدا ان هو اقول له استنى 10 مللي سكند، وبحاول. وبعد كده ان البن مود بتاعتنا من ليد 0 لحد ليد 5 هيبقى بالنسبه لنا اوتبوت، ولكن انا بكتب عليهم في البدايه لو، بكتب عليهم في البدايه لو. بعد كده بحاول ان انا اتصل، احاول اخلي النود ام سي يو تتصل بالواي فاي من خلال ان انا ببعت لها الاس اس اي دي والباسورد. طيب وبعد كده بخش في وايل لوب. وايل لوب ديت بتشوف الستاتس بتاعت الواي فاي، يا اما كونكتد يا اما نان كونكتد. لو نان كونكتد هقول له استنى 500 مللي ثانيه واقعد وافضل اطبع نقط لحد ما تكونكت. اول ما كونكتد بعت رساله واي فاي كونكتد، وبعد كده اطبع لي اتش تي تي بي ورا منها اللوكال اي بي بتاع النود ام سي يو. بعد كده بخش على الميثود الثانيه عندنا اللي هي الفويد لوب. اول سطر عندنا اللي هو الكلاينت. الكلاينت ده هو ما هو الا اي حد هيخش على اتش تي ام ال اللي احنا عاملينها، يا اما موبايل يا اما لابتوب. طيب تاني حاجه عندنا الريكوست. ايه الريكوست ده؟
ببساطة شديدة الريكوست هو ايه؟ اما يكون سلاش ليد، بص الريكوست هو سلاش ليد صفر بيساوي اون، لحد سلاش ليد خمسة بيساوي اون، او سلاش ليد خمسة بيساوي اوف. طيب دول ايه الريكوست اللي هيقدر يبعته الكلاينت. طيب الريكوست ده هيستفاد منه في ايه؟ انه هو ده اللي هيفهمه النود ام سي يو. لو كان بعت ليد سلاش ليد صفر بيساوي اون، فهو هيفهم كده ان الفاليو صفر بيساوي اون. طب ايه هي الفاليو صفر؟ هو انا معرفه معرفينهم هنا اللي هو الفاليو صفر لحد فاليو خمسة، هو الديجيتال ريد بتاعه البنات بتاعه النود ام سي يو. فانا معرفهم هنا بمتغيرات من نوع انتجر اللي هو الفاليو صفر لحد فاليو خمسة. فوالله لو كان الريكوست بتاعنا سلاش ليد صفر بيساوي اون، فخلي الفاليو صفر ديت هاي، وبعد كده روح اكتب على الـ على الـ على البنايه اللي هي ليد صفر الفاليو الصفر اللي هي ديجيتال رايت. تمام. طيب لو كان الاعاز اللي هبعته مثلا سلاش ليد 3 بيساوي اوف، فهيخلي فاليو 3 اوف، وبعد كده روح على فاليو 3 اكتب عليها على قصدي على روح على الليد 3 اللي هي ديت واكتب عليها القيمه بتاعتها اللي هي فاليو 3. طيب في اعاز تاني عندنا اللي هو سلاش اول اون او سلاش اول اوف. لو كان سلاش اول اون، فانا هكتب فانا هخلي الفاليوز كلها هاي، واروح اكتب على الليدات كلها طبعا هاي. طيب بعد كده بنحاول نعمل الصفحه الاشتراكيه بتاعتنا. اول حاجه بنحط العنوان بتاعنا اللي هو كنترول اور هوم اوفر انترنت. بعد كده بحط 2 اتش ريف اللي هو سلاش تيرن اول اون او تيرن اول اوف، ودول بيبعتوا الاعاز سلاش اول اون او سلاش اول اوف. لو بعتوا سلاش اول اون، فحضرتك هتبقى هتكتب على الفاليوز كلها هاي، وبعد كده تكتب على الليدات او البنات كلها اللي هاي دي. بعد كده بعمل تيبل. التيبل ده في مجموعه من الاتش ريفز، كل اتش ريف خاص بالزرار للليدايه، يا اما الزرار ده يا اما تيرن اون للليد، او بعد كده لو انا ضغطت عليه فهو خلاص تيرن اون، لو انا ضغطت عليه فهيتحول لتيرن اوف، والتيرن اوف ده هيبقى لو انا ضغطت عليه هيقفل هيطفي الليدايه بالمنظر ده كده. فاول مثلا اول حاجه عندنا اسم الديفايس هنا، فانا مثلا انا كاتبه ديفايس واحد، فانا هغيره واخليه ليد واحد. وبعد كده بحاول ان انا اعمل الاتش ريف هنا، لو الاعاز بتاعك ليد صفر اوف فهو تيرن اوف، لو الاعاز بتاعك سلاش ليد اون فهو تبقى هيبقى تيرن اون. وهيبقى هنا في تغير في تغير للتيرن اون والتيرن اوف. الباقي هو هو زي الاول اتش ريف هنا للدايه اللي هو ديفايس واحد، هو هو يعني مثلا لو جينا على ليد 3 فهو برضو يا اما تيرن اوف فهيبعت سلاش ليد 2 اوف، او تيرن اون فيبعت سلاش ليد 2 اوف اون، ليد تيرن اون هيبعت سلاش ليد 3 بيساوي اون. وبعد كده بقفل ال HTML وبقفل الباد وبقفل التيبل، وبعد كده ببعت السيجنال للبرنت اللي انا هقوله كلاينت ديسكونكت لان هو قافل كل حاجه. طيب بعد كده بحاول ان انا ارفع الكود على النود ام سي يو. طبعا النود ام سي يو متصل على اللابتوب عندي في في الكوم 5. هنا بيحاول يرفع. كده خلص صرف من غير ايرورز. هحاول افيريفاي. بعد كده بخش على السيريال مونيتور، فهنا هقول له ريسيت للنود ام سي يو. هنا بيحاول يتصل بالشبكه اللي هي اسمها ليفاي. هنا اتصل ورد عليا بال اتش تي بي ورا منها اللوكال اي بي. هاخده كوبي واروح على جوجل كروم واكتب الصفحه. ظهرت للصفحه هنا سلاش اون، هو كله اد وبقى كله اون هنا اهوت، وهنا ليد واحد الى ديفايس واحد، وباقي الديفايس انا مديها 2 3 4 كاندكس. تن اول اوف فهو كله اوف، وبقى كده لو تن اول اون هنا للديفايس ليد واحد هتبقى اون، وهيقلب تن اوف اوف وهي تن اون وهنا اوف. لو ليد مثلا 5 تن اون بقى اون، والباقي اوف طبعا اوف هيبقى اوف باقي اون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.